بسم الله الرحمن الرحيم، معكم ميدو على قناة ميدو على فيسبوك كمبيوتر فوتوشوب تكنولوجي. شرح النهاردة طلبوا ناس كتير على الفيسبوك وعلى التويتر، ناس بتكلمني وتقول عايزين نعمل نختصر الروابط. النهاردة جبت لكم رابط، وده لو انت ربطت الموقع ده اللي هنستخدمه في الشرح برابط فيزا باي بال، تقدر تحقق منه ارباح مع كل ضغطة كليك واحدة بيحقق ارباح ليك. طبعا متنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايكات، وشكرا على 830 مشترك. الرابط بتيجي في اي مكان فاضي، كليك يمين بيستاند جو، هحطوا لكم الرابط بتاعه في الوصف اسفل الفيديو. كل عليك انت تضغط على ساين اب وتسجل، لكن انا هسجل على طول، هخش على طول، فهفصل الفيديو وارجع له. يا جماعة طبعا بعد ما سجلت دي واجهة البرنامج، تقدر تخفي دي من هنا وتظهرها من هنا، وكل ضغطات الكليك كل ضغطة بتعرفها من هنا، ادي اتنين ادي اتنين ودي اتنين. كل اللي عليك انت عايز تصغر رابط معين، هتيجي تعمل مثلا انا صغر ده. كل اللي عليك ان انت ما بتاخدش اللي هي ال HTTPS ديت في www، لا بتاخد مثلا لو من الفيسبوك انا هاخد مثلا البروفايل بتاعي ده هو كده. كل اللي هعمله اخد من كلمة فيسبوك للاخر، وياريت ما يكونش الرابط طويل. ماشي، انا هجرب اليوتيوب القناة بتاعتي، باخد من اول يوتيوب لحد الاخر، كوبي وباجي هنا وبدوس على كرييت ابيت لينك، بتطلع هنا وبتدوس كليك يمين وبيست، تحطه هنا، تضغط على كرييت، هو بينقلك لوحده على بيصغر لك الموقع. طبعا هنا مستنيين، او ممكن تحطه من هنا عادي برضه. لا انا هضطر اعمل له ريلود لانه في مشكلة تقريبا. تمام، حط هنا كليك يمين وبيست كرييت بيت لينك، او تاني بيست كرييت، وده الرابط اهو، ده الرابط او كده. ده لو حددته كده دوست عليه كوبي بيتنسخ معاك كده، وادي الاسم اهو، اهو حدده كده وكوبي. وانا مثلا هاجي هنا كليك يمين بيست انتر، هيوجهنا على طول على القناة بتاعتي اهو. طبعا برنامج جميل جدا وسهل جدا، واي حد يقدر يعمله. ممكن تشيره من هنا على الفيسبوك عادي، لو دوست على الشير تقدر تشيره على تويتر على الفيس على الميل على اي حاجة. برنامج جميل جدا، وليه لو انت ربطه برابط حساب باي بال، كل ضغطة كليك عليها دولار. وشوف دلوقتي في مصر الدولار عام كام. ما تنسوش تشتركوا في القناة لو الدرس عجبكم، وانا اسف لو صوتي واطي عشان بس تعبان شوية، لكن لما الناس طلبت مني اعمل الدرس ده ما بخلتش عليكم، فانتوا ما تبخلوش عليا بلايك وسبسكرايب للقناة. لو في سؤال سيبه في كومنت وهرد عليك بسرعة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.